تراث يتسم بالأصالة والعراقة، يلفه الدفء الماضي الجميل ويشهد على نمط حياة يتوق إليه الكبار، يروي حكايات عن تاريخ زاخر بالقيم والتقاليد الأصيلة المتوارثة من جيل إلى جيل. نتحدث عن التراث الدرزي. كاميرا مراسلون تجولت في قريتي حرفيش وينوح، جت العربيتين الدرزيتين بالجليل الأعلى وعادت إلينا بهذا التقرير. حرفيش احنا كنا دائما نسميها اللي هي بوابة لبنان، يعني كل القوافل اللي كانت تيجي من المركز ومن الجنوب في طريقة إلى لبنان كانت تعبر عن طريق حرفيش، وبالعكس تماما كل زائر كان يجي من لبنان إلى منطقة الجليل والكرمل كان يعبر طريق حرفيش، وحرفيش هي بمضافة البيت الواسع لكل إنسان. وبندخل للداخل بنشوف في هناك المقام المقدس لمزار الشيخ مصطفى بدر اللي هو أحد الأولياء الصالحين ذو الكرامات المعروف عنه اللي كان ما يقارب 270 سنة، وحول الخلب القديم والحجارة القديمة اللي عمرها الشيخ مصطفى بدر بنيت حول هذه الحجارة وهذه الخلب القديمة المقام اللي احنا اسمه نشوفه موجود، اللي هو اليوم تقريبا كل زائر من الطائفة ومن خارج الطائفة بيجي بيزور المقام، والمقام مفتوح يوميا وكأنه نوع من القبلة، إنه كل إنسان بحب الروحانيات ويبحث عن الهدوء النفسي والروحاني ممكن يلاقيه في هذا المزار. طبعا انتماء للأمة العربية الكبير، فيش إنسان ممكن يلغي إنه الدروز هن عرب، وأنا بسمع اليوم عدة أصوات سياسية وغير نحن عرب ومن العرب ونحن أقحاح العرب. الموحدين الدروز هن أول ناس اللي بيعتزوا بانتمائهم للأمة العربية وللقومية العربية. مركز التراث الدرزي مركز البدا يشتغل بسنة 2019 اللي فيه متحف لطائفة الموحدين الدروز، فيه مركز أبحاث وفيه كمان أرشيف. ومر كل هاي السنين ما كان في مؤسسة رسمية اللي هي تحفظ مستندات الطائفة أو تاريخ الطائفة الدرزية، وهي وظيفتنا. زي هاي المؤسسة للطائفة الدرزية فيش ولا اي مؤسسة بالعالم، يعني الدروز الموجودين بهالبلاد هن قسم صغير، احنا ما يقارب 150 الف نسمة. الدين والتراث انا كيف يعني من كيف انا بطلع عليها، هن حلقتين مع بعض، لا بتقدر تفصل التراث عن الدين ولا الدين عن التراث، لانه هن كل الوقت موجودين مع بعض. بعدين كل إشي إحنا فيه رجال دين ودين نأخذ البركة تبعته، بس بالأشياء بتصير أحسن وتتقدم أحسن وأحسن.